للشبيبي واليسار ما بنتراجع مهما صار. يا شهيد انت حتى واحنا نواصل الدفاع. حط الحب في بيت النار واحنا رجال الوريد. جبنا لك عريس جديد. استشهاده وهو كان مروح من شغله. في عندنا المنطقة هنا، منطقتنا احنا مفلتين فيها مستوطنين، بدهم يطروا الناس من دورهم، بدهم يهججوا الناس من دورهم. وصلت المستوطنين لجوا لدور البلد، صارت الناس تنادي في السماعات وفي الطرق تنادوا الحقوا المستوطنين، كسروا الناس اللي في الدور لاطراف البلد، نسوان في الدور، اولاد في الدور، ناس بيشتغلوا في الدور، هدوا يرمحوا الناس، وهو من ضمنهم مروح من الشغل سمع الناس بتنادي، هد يرمح مع الناس يدافع عن 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 اهل بلده، عن 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 عن, عن اطفال بلده، عن عن شباب بلده، هد يرمح، فلكون مستوطنين برصاص طخوا مباشر بالراس. نعم، مستوطن ما كان ولا جندي موجود، الموجودين جميعهم مستوطنين، ما في كان جيش. الله يوجهها للشعب الفلسطيني جميعا انه يصبر ويصمد في ارضه. اذا ما صبرناش الفتره اللي موجهه احنا، بدهم يهججونا، بدهم يطرونا من بلادنا ومن ارضنا. لموا جميع مافيات المستوطنين وجابوهم حطوهم عندنا هان مشان يطرونا منها، احنا مش طالعين، هذه ارضنا وارض اجدادنا وقدسنا ومصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مش راح نطلع. لو ما بيظلش عندنا غير فلسطيني واحد مش راح يطلع من الارض هذه. بدهم يطلعوا مثل ما اجوا من برا مشان يطرونا، لازم يطلعوا من هنا.